السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. إن شاء الله فيديو النهاردة هنعمل فطاير حلوة من غير فرن ولا حاجة، على الطاسة بسيطة وسهلة إن شاء الله. أول حاجة في المقادير معايا هنا 2 كوب من الدقيق، أنا نخلتهم كويس. هضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات، وهاخد معلقة صغيرة من القرفة، طبعا هي الطعم اللي هيبقى فيها إن شاء الله هو القرفة. وهاخد معايا هنا 1/4 كوب من الزيت، وهاخد بيضة، ومعايا 1/2 كوب من الحليب ده للعجن. هقلب بقى المكونات دي كلها وهعجنها باللبن. طبعا لو انت عندك عجان خلاص اعمليهم في العجان، ما عندكيش يدوي زي ما انا بعمل كده عادي جدا. هضيف اللبن شوية شوية هقلب لحد ما تتكون عندي عجينة متماسكة لحد ما. هعجن دلوقتي بقى بايدي، خلاص كده العجينه اتلمت معايا اهي طريه وجميله. هبتدي دلوقتي اشكلها على كور الحجم اللي انا عايزاه. انا هشكلها على 4 كور، يعني هتبقى حلوه كده. شكلها كده على 4 كور، وبعد كده هسيبها تستريح معايا شويه. طبعا هي ما فيهاش خميره عشان مش هتخمر يعني ولا حاجه، بس هتستريح بس عشان لما اجي افردها تبقى سهله معايا لما اجي افرد فيها. طبعا انا مسحت الرخامة كويس قوي، وبعد كده برش رشة خفيفة من الدقيق عشان افرد عليه. وبعد كده باخد واحدة من عندي كورة من دول، انا عملتهم على 5 عشان يبقى حجمها صغير وحلو. ده 4 ودي ال5 اهي. بجيب طبعا مردانة افرد بيها، بقصها برضو دقيق خفيف كده وابتدي افرد كده. بسم الله افردها على شكل مستطيل، انا عايزاها مستطيل. اهو فردته بالشكل ده، وبخلي سمكه رفيع عشان انا هسويه على الطاسه فما يبقاش ني معايا. هضيف عندي هنا سكر، سكر خشن عادي، وهضيف عندي كمان قرفه طبعا عشان الفطار دي اصلا هي بالقرفه. هضيف برضو رشه قرفه كده خلاص، عشان اللي ما بيحبش القرفه قوي ما يزودش. وابتدي ان انا اطبقها هي كده معايا بالشكل ده، وامشي عليها كمان برضو عشان الزقهم في بعض. خلاص كده هي جاهزه معايا، اخلص بقى باقي الكميه معايا بالشكل ده، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. بقفل الاطراف برضو كويس وبضغط عليها كده. بعد ما لمها برضو بفردها. خلصت كده الكميه اللي معايا، هعمله 5. دلوقتي بقى هجيب طاسه على النار واضيف فيها سمنه وزيت. وابتدي اضيف الفطاير، وبخلي بقى النار واطيه عليها عشان تستوي كويس من جوه. اتحمرت من الناحيه دي، هقلبها برضو على الجهه الثانيه كده. بعد ما اتحمروا لسه في واحده بحمرها وهي سخنه كده، طبعا مش عايزه اقول لكم ريحه القرفه ريحتها جميله جدا وهي لسه سخنه. يا اما بتحط عليها سكر بودره، ترش عليها كده من بره سكر بودره، اخلي 2 كده سكر بودره او عسل نحل اللي عايز كده ماشي، اللي عايز عسل ايه خلاص ممكن تعملي من ده ومن ده عشان ايه ترضي الجميع. ده كده اللي بسكر بودرة، وهنا ده اللي عسل نحل ينزل عليه كده ويصخ. والتالتة كمان كده خليتها بالعسل، وبطين بالسكر برضه وبطين بالعسل. ممكن اضيف هنا كده كريز يعني عشان يبان ان دي فطاير حلوة مش فطاير حادقة. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الفطاير الحلوة القرفة دي. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.